السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد للغة الفرنسية حول الضمائر الشخصية. بالفرنسية أقول لهم les pronoms personnels sujet أو لا les pronoms personnels. داكوغ؟ مزيان. الضمائر الشخصية، شنو زعما الضمائر الشخصية بالدارجة؟ هي أنا، نتينا، هو، هي، حنايا، أنتم، هم، هن. يعني باللغة العربية عاود أنا، أنت، أنتي، هو، هي، نحن، أنتم، هم، هن. مزيان. الضمائر الشخصية كما كنشوفوها مع بعضنا، يهدي على سبيل المثال هادي أنا باللغة العربية، باللغة العربية كنقول أنا، باللغة الفرنسية كنقول جو كما كتسمعوا. ردوا بالكم كيفية النطق باللغة الفرنسية هي لا برونونسياسيون. ردوا بالكم من لا برونونسياسيون. جو مزيان. كما كتشوفوا هنايا جو هي انا، جو تو زعما انت او انتي، سواء كنهضر مع الذكر او كنهضر مع الانثى، بحال سواء هضرت مع بنت او هضرت مع الولد كنقول لهم تو. يعني انا واقف كنهضر مع شي واحد قبلتي، ديك الواحد اللي قبلتي سواء كان انثى او كان ذكر، سواء كان عائله او كان ولد، كنقول له تو. هنايا كنردوا بالنا، اذا كنت كنهضر على شي واحد كنقول هو، كنهضر عليه كنقول إيل. ردوا بالكم إيل، كاين واحد إي هنايا، إي إيل إيل. داكوغ. اذا كنت كنهضر على بنت كنقول إل إل. ردوا بالكم هذه مفتوحة، إل. هو إيل، هي إل. داكوغ. مزيان. دابا كنهضر على راسنا انا وشي انا، المهم حنا واحد مجموعه ديال الناس، سواء كنا كاملين بين ذكوره او لا كنا كاملين بين اناث او لا كنا مخلطين، ماشي مشكل. المهم حنايا نحن نقول نو. داكوغ. نو. مزيان. دابا هنايا انا كنهضر عليكم انتوما، دابا انتوما اللي كتسمعوني، سواء كنتو كاملين بكم ذكوره، سواء كنتو كاملين بكم اناث، سواء كنتو كاملين بكم مخلطين ذكوره واناث، ماشي عندي شي مشكل. فحال كنقول فو فو فو. دابا كنهضر عليهم، كنهضر على غير الذكوره بوحديتهم، هم كنهضر عليهم، محمد وعبد السلام وريضة وهذا كاملين بيهم، كنهضر عليهم كنقول لهم إيل. هاد اسم ما كتنطقش ولكن كتكتب. ردوا بالكم، هاد اسم ما كتنطقش ولكن كتكتب إيل. داكوغ. إيل هاد هنا إي ماجوسكول. ردوا بالكم هنا إي ماجوسكول، ما تدوخوش، أنا بالعاني عملت لكم إي مينيسكول باش تعرفوا. إيل هم غا الذكورة، كنهضروا على الذكورة إيل، ولكن تقدر تكون فيهم واحد بنت ولا المهم يقدر يكون فيهم واحد، المهم واحد بنت ولا جوج ولا ثلاثه، المهم كيكونوا الذكوره غلابين. إيل هنايا في هذه الحاله كيكونوا غير بنات بوحديتهم. ال حق. ردوا بالكم كاين واحد الاس في الاخر ما كتنطقش. ال داكوغ. مزيان. هذا واحد الدرس خفيف ظريف مزيان، اذا فهمتوا شي قولوا، اذا ما فهمتوا شي عاودوا تفرجوا له باش تفهموا. كما قلنا جو انا، تو كنهضر معاك ولا كنهضر معاكي، اما مع كنهضر مع اما مع الذكر ولا كنهضر مع البنت، ماشي مشكل، كنقول له تو ولا كنقول له تو. ايل كنا كنهضر عليه هو. ال كنهضر عليها هي. نو كنهضر على بعضيتنا. فو
كنهضر معاكم سواء تكون كورة ولا بنات فحال فحال ولا مخالطين ماشي مشكل، إلا كنهضر غير عليهم هما. حتى إذا كانت معاهم شي بنت أو جوج ماشي مشكل، أو لا ثلاثة كاع، المهم كيكونوا الكورة غير لابين على البنات. إلا كيكونوا غير بنات كنهضر غير على البنات، ما كاينش معاهم الكورة. لا، لأنه إذا كان معاهم الكورة غنقول إلا. الحق إذا كانوا غير بنات بوحدهم كنقولوا آل. مزيان، واحد الحاجة، واحد كنفتح هنايا واحد القوس، على أن في اللغة الفرنسية هاد الضمائر ما كيتقالوش بوحديتهم. دابا أنا غير شرحت كيفاش. انتردي تقول أنا، تقول جو. لا، كاين درس آخر عاد نفهمه، فهمتي؟ دابا لا، ما يمكنش تقول. المهم أنا غير شرحت لك شنو هما الضمائر الشخصية، داكوغ؟ أما أيضا غنقول ما يمكنش، غنقول أنا سعيد، ما يمكنش نقول جو سعيد. لا، كنقول جو سوي سعيد. هذا درس اخر ان شاء الله باذن الله. صافي، المهم انا شرحت لكم غير لي برونون بيرسونيل، غير الضمائر الشخصيه. جو ما كيتقالوش بوحديتهم، ما يمكنش نقول انا في اللغه العربيه كنقول انا سعيد، ياه، ولكن في الفرنسيه ما يمكنش نقول جو سعيد. لا، كنقول جو سوي سعيد. ديك الساعه كندخلوا في التركيبه ديال الجمله، كيفاش كتكون الجمله، كتكون من لو سوجي لو فيرب. هذا إن شاء الله يكون في درس مقبل إن شاء الله بإذن الله. وشكرا على الاستماع، نتلاقاو في الحلقة اللي جاية إن شاء الله.